نحن هلا مش عايشين نفسيا، ما بتفوت على بيت لبناني وعنده نفسيه مرتاحه ابدا، من شغل من اولاد من امان ابدا هذا الشيء ما عندنا اياه. كمان التغييرات القصة الحرب السورية اللي صارت بالمنطقة هون عملت ايه تغير كتير كبير، لأنه صار نسبة النزوح أكبر بكتير من القاعدين بالمنطقة. هيدا شكل عبء، بس هن بالنهاية ما ذنبهم، واللبنانية كمان ما ذنبهم. ضغط كثافة السكان كله تأثر بالمحيط اللي حواليه، انه في عدد كتير من السكان، الزباله زادت، اجارات البيوت غليت، البيوت صار في زحمه، حتى المي صار في شح بالمي، ضغط لانه صار عندنا كتير كثافه بالمنطقه، واجارات كتير غاليه، نحن ما بنقدر يعني اللبناني شو بده يلحق ليلحق، ما بقدر. ما انت قاعد بهالبلد، انت قاعدين عندك، نحن ما ضد حدا، نحن ما ضد حدا، نحن مع كل الناس ولكل نازح لكل سوري فلسطيني. فلسطين صاروا عندنا 98 سنه ما ضده، بس لما بتلاقي انت ضغط عليك وشي زاد عن وضعك اللي انت فيه، ايش تتحمل؟ ما على شيء، عندك ولدين انت بكفوك، اي خيك معه 7 اولاد تستقبلوا قد ما فيك، مش ضد حدا نحن، لا ضد السوري ولا ضد فلسطين، ما ضد حدا، نحن بهالبلد اللبنانيه بدنا كل الناس نتعاطى بالوضع اللي فينا نتحمله. مظلومين اثنيناتهم مظلومين، لانه اجارات البيوت عم تتغلى على السوريين، عم بيستغلوهم في سماسره، انا بعتبرهم هودي مافيات، هودي ما بخافوا الله، يجي يعني يصيروا ياخذوا مصاري سمسره من الناس، والبيوت ما بتنسكن غير صحيه، فهيدا اثر على اللبناني، بطل عنده فرص عمل، ما بقى في عنده بيت فتركوا. كم محل في هون؟ فيش 5 بنانية بال 100 محل، في 3 أو 4 بنانية. لا أحسن. 5 سنين بالأراضي أحسن. أحسن كثير. يعني هلا صار ضغط سكاني وضغط، صار في الكهرباء تستهلك أكثر يعني، قبل ما في استهلاك كهرباء أو استهلاك مي. هلا مثلا نحن شغلنا أكثر شيء على الكهرباء والمي. شغلنا فروج كيف؟ لا تافه، بس قطعت الكهرب ما عاد في شغل. اول مي ما بدك تذبحي فروج انت تخسر الزبون، اجى زبون ما في نظافه ما ياخذ. بنتين وشابين وبشتغل بكوافيره. مرحبا كيفكم وهيك وهيك سافا ما بعرف شو المهم قلت له سوري، بس كنتوا طالبين حاطين اعلان انه بدكم برشور. قامت قالت لي شو بتعرفي ما بتعرفي؟ قلت لها شو بعرف وهيك شوي، ولا بتقلي اوكي فيك تبلشي بكره. اوكي ميرسي ميرسي، حملت حالي وفليت وانبسطت وهو كثير يعني. الزبونه عرفت، قامت رحت خبرتها لصاحبه المحل، قامت قالت لي سوري انه انت سوريه حضرتك؟ قلت لها ايه. قالت لي سوريه نحن عم نشغل هون. في وقت ببيت ما في امن، بس في امن، بس الضغط بس لبنان بدو ابادي مطالب فنيه يعني هدف ياخذوه. ساعتها كان ما في حدا يتخبر. من اول ما صار الحرب من 6 سنين لهلا انا هون. في مشكله، وخصوصا بعد ما عملوا الاقامات عملوا الكفيل. هلا نحن فايتين عادي نظامي، بس ما عندنا كفيل لبناني، وما عندنا امكانيه ندفع له $600 لحتى نروح نعمل اوراق. انا رجع على سوريا مثلا ما فيني ارجع، ولا ممكن اني ارجع. انا عم بحلم وعم فكر وعم بعمل كل الضغوطات لحتى اطلع برات البلد، لانه لهالبلد عم بقدر تعايش معه من الغلل اللي موجود فيه ومن ظروف الحياة اللي أنا هون عم عاني منها. إنه أهم شيء أخذ مني يعني ريح أولادي، مش قادرة، وغيري وغيري يعني عم نبرم وسخ هون جاي هون. الضغط كتير عم بيعمل أشياء عم تتعبنا، ضغط السكن. بس اثنيناتهم ضحايا، وعم بشتغل على هذا الموضوع. شكلنا مجموعة من الصبايا السوريين ومن اللبنانيين، عم بيشتغلوا كلهم بالمنطقة، يعني عم بفرجوا الصبايا السوريين انه نحن عايشين كمان عم نفيد المنطقة، عم نشتغل مثل اي لبناني موجود بالمنطقة لخدمة المنطقة، وكله عمل تطوع. هيدا انجاز كمان بفتخر فيه، بحبه. بحب زيد، ايه بحب زيد انه نحن كل الموجودين انا منهم،
في نحن ناس منحس من وجع متألم من لحم ودم بشر، يعني منستاهل كل الخير. يا ريت حدا يعني تجي من الجمعيات اللي عم تجي كتير جمعيات هون، تشوف العالم شو بدها، يعني ما تعمل مشاريع تطبقها هي وقاعدة بمكاتبها والاي سي وتقول اه هن هيدي المعايير انحطت. فرج الصورة الحقيقية للبناني، صورة الشخص المضياف اللي بيرحب بأي شخص غريب، اللي بيفتح بيته للغرباء، اللي طول عمره هيدا هو اللبناني. المفروض نفرج الوجه الحلو، الوجه المنيح، نكون متعاطفين، نكون متعاونين، نكون عادي يعني، لأنه نحن شعب جربنا المحنة وصار فينا اللي صار، يعني ما المفروض أنه حسس اللي جاي لعندي نازح أنه أنت لا غريب وقاعد هون وكذا، لا المفروض يكون تعايش، نعيش مع بعضنا بحرية بكرامة بألفة. نحن بشر تحت سما واحدة، ما في فرق، ما في، المفروض تشيلوا هيدي الطائفية، تشيلوا الحساسية، عاملني كإنسان، ما تعاملني شو أنا، شو خلفيتي، شو طايفتي، شو مذهبي، ما حدا يحاسبني أنا شو عندي، حاسبني أنا كيف معك، نحن تحت سقف واحد.